السلام عليكم، معكم محمد البلوشي، وفي هذا الفيديو راح اقيم معاكم فدورة 36 واللي ممكن اغلبكم يعني متحمس لنزوله. فزي ما انتم شايفين هذا موقع فدورة، تروح هنا وتنزل فدورة ورك ستيشن، نروح نبدا ونشغل الفيرتشوال ماشين، لان انا ثبتت اصلا على الفيرتشوال ماشين. فخلينا ندور على فيرت مانجر. وكمان على فكرة فيرت مانجر انا سويت له فيديو كيف تستخدم فيرت مانجر، تقدر كمان تشيك عليه، ممكن احط لكم رابطه هنا ورابطه كمان في الديسكريبشن حيكون. فخلونا نشغل الفيرتشوال ماشين. وعلى فكره انا بس ثبتت النظام، ما شغلته لحد الان، فحنشغله مع بعض وحتشوفوا يعني الاشياء اللي حتحمر فيها مع بعض. وعلى فكره يعني معلومات يعني عن فدورة، هو توزيع مبنية على ريد هات اللي هي الشركة اللي مستخدم أكثر شيء كمان في السيرفرات مع ديبيان. وزي ما ريد هات يعني يستخدم الـ RPM في تحميل البرامج أو يعني صيغة البرامج، معليش، حتى فدورة يستخدم نفس الشيء. فسبب إنه يعني فدورة يعني مشهور ويعني مرة ثابت، وكمان يعني تنزيل التحديثات تنزل له أول بأول، هو اتباعه لأنظمة ريد هات. وفدورة يعني مشابه لنظام أرتش لينكس، لأنه فدورة وأرتش لينكس اثنينهم يعني يعطوك أحدث البرامج وأحدث الأنظمة وأحدث الكرنلات، معليش، الكرنل اللي هو نواة لينكس. فأرتش لينكس وفدورة يعطوك أحدث الأشياء، وهذا الشيء اللي يعني مميز أرتش لينكس وفدورة. ولكن يعني معلومة جدا مهمة في نظري، أشوف فدورة أفضل بشكل كبير من أرتش لينكس، لأنه جدا سهل في الاستخدام لأي شخص، سواء كان جديد أو حتى يعني شخص متمرس زي يعني مثلا ما يحب يعني يتعب نفسه ويضبط كل المشاكل اللي يعني ممكن تجيك من أرتش لينكس. وزي ما نعرف يعني أرتش لينكس أغلب المشاكل تيجي من المستخدم نفسه مو من النظام، ولكن توزيعة فدورة حتى لو تاخذ توزيعة السيرفر اللي هي بس كوماند لاين زي أرتش لينكس، برضها تعطيك يعني تجربة أفضل من أرتش لينكس. وهذا يعني مو يعني هجوم لأرتش لينكس ومستخدمينه، لا، هذا بس يعني بقول يعني لحقين أرتش لينكس أو لمستخدمين أرتش لينكس، إنه يعني إذا بتدور على نظام ما يتعبك كثير وكمان يعطيك أحدث البرامج، فدورة هو أفضل خيار لك. هو وأنا اللي أنا يعني مثلا لي تقريبا 3 شهور جالس أستخدم فدورة، واللي هو شيء ما قد سويته مع توزيع ثاني. فهذا الشيء اللي كنت بقوله. فخلونا نبدأ يعني تقييم التوزيع تارتش، معليش، فدورة 36. فزي ما انتم شايفين الأشياء الجديدة اللي تيجي بيها التوزيع دي الجديدة هو في جنوم 24. ومن الأشياء الجديدة اللي أضيفت لفدورة 36 اللي هي جنوم 42، واللي هي بيئة سطح المكتب اللي زي ما انتم شايفين قدامي. فخلوني أضبط الشاشة معاكم، خلينا نروح هنا نختار الدقة الصحيحة، ايه، نضغط apply دحين كذا تمام. فخلونا نكمل وخلينا اوريكم الاباوت. فزي ما شايفين انا مشغله في فيرتشوال ماشين، فعشان كذا مو جايب لي المعالج زي الناس. ولكن زي ما انتم شايفين فين فدورة 36 بري ريليس، اللي هو يعني انا مستخدم البيتا الان، ولكن البيتا ما حيفرق بشكل كبير عن الريليس الاخير. وزي ما شايفين يعني مستخدمين جنوم 42. فانتهينا من هذا الشيء. اول شيء في فدورة لازم تسويه انك مثلا تفك السوفت وير اللي هو متجر التطبيقات، تروح سوفت وير ريبوزيتوريز. اذا عندك كرت شاشه من نفيديا، هو اصلا اول ما تثبت النظام حيطلب منك هل تبغاني افعل الثيرد بارتي ريبوزيتوريز، هي مستودعات الطرف الثالث اللي هي موجود فيها اغلب الاشياء اللي يعني مغلقه المصدر. فزي ما انتم شايفين انا اعطيته يفعل هذه المستودعات، فزي ما انتم شايفين مفعلها معايا. فبعد ما تفعل هذه المستودعات كمان تضغط هنا وتروح ابديت بريفرنسز، يعني تغلق هذه الاشياء او تغلق بس الشيء الاول ذاك. الاول هذا انه يحمل لك الابديتات زي ويندوز ويثبتها وقت ما انت يعني مثلا خلاص بتطفي الجهاز، واللي هو الشيء جدا مزعج على ويندوز. فهو هم مسوين نفس الشيء هنا، فهذا الشيء مره ما يعجبني، انه يعني يحدث ينزل التحديثات وقت ما انا مثلا بطفي الجهاز يثبت لي هي. ولكن اللي انا احب اسويه انه انا احمل التحديثات بنفسي واثبتها بنفسي. فعلى كيفك انت، اذا انت تبغى يعني التحديثات ينزل لك هي
ويثبت لك هي يعني وقت ما انت تجي بتطفي الجهاز، هذا خيار لك. ولكن اذا ما يعجبك، واللي هو احس انه يعني اغلب الناس ما يعجبهم هذا الشيء، فطفي هذا الشيء اللي هو اول خيار. والخيار الثاني هو اذا نزلت لك تحديثات حيرسل لك تنبيه. فهذه الاشياء اللي المفروض انت تسويها اول شيء. والشيء كمان اللي ما يعجبني في فدورة انه يعني مثلا التيرمينال في اغلب التوزيعات هي كنترول الت وتي، ولكن هنا لازم انت تبحث عنها وتجيبها. وزي ما شايفين انا بحمل برنامج اسمه نيوفيج، واللي هو دحين بسوي انه يعني بشيك في المستودعات اللي حقت فدورة عشان ينزل البرنامج، ولكن زي ما شايفين مرة بطيء، يعني 400 كيلو بايت في الثانية. ولو انت كنت تستخدم يعني فدورة لأول مرة هتلاحظ انه هذا شيء غريب، لانه اغلب التوزيعات يعني جدا سريعة في التنزيل، ولكن انت تحتاج تعدل على شيء في الكونفيج فايلز حقت الباكج مانجر اللي هو DNF، واللي هو مفروض يعني يكون شيء هم مسوينه يعني من لما انت تجي تثبت النظام، بس لكن عاد ايش نسوي. فخلونا نروح نعدل على الكونفيج فايل واللي هو في اتسي، بعدين DNF بعدين DNF معليش dnf.conf، وتروح تنزل اخر شيء. اوه انا نسيت اضغط سودو. وعلى فكره هذه التعجب لما تحط تعجب مرتين حيدخل لك نفس الكوماند اللي انت دخلته فوق، بس يعني شغله بسودو. فزي ما شايفين دخلنا الحين على الكونفيج فايل، والكل عليك تسوي تدخل fastest mirror يساوي 1، كنترول اس كنترول اكس عشان نخرج. فالحين نحفظ التعديل هذاك، وزي ما شايفين يعني زي ما قلت لكم سودو علامتين تعجب يدخلك نفس الامر اللي فوق بس بكلمه سودو في البدايه. فخلونا نحاول نثبت البرنامج من جديد، وهتلاحظ انه حيكون اسرع بشكل جدا كبير. وشفتوا يعني اختار لنا اسرع الميررز، شوفوا دحين يعني اسرع بشكل جدا كبير. فزي ما شايفين يعني بعد ما عدلنا على الكونفيج فايل اختار اسرع ميرر، وزي ما شايفين يعني تقريبا دحين السرعه دبل عن السرعه الماضيه، يعني بيوصل باحان 800 كيلو بايت وباحان بيوصل 1 ميجا. وعلى فكره يعني هذا الشيء يعني يكون لما انت تستخدم التوزيع لاول مره، اول مره لما يعني يشبك على المستودعات يعني موجوده من التوزيع ياخذ وقت طويل شويه، فخلونا نستنى. واللي كمان يعني المشاكل اللي لاحظتها في فدورة انه يعني مثلا صح سرعات التنزيل مين سريعه زي ارش لينكس، هذا الشيء اللي يعني مفروغ منه، واللي انا عن طريق يعني تجربه انا لاحظت هذا الشيء، لاني جربت فدورة وبعدين يعني جربت يعني لكم يوم على لابتوبي ارش لينكس، ولاحظت انه السرعات يعني سرعات التنزيل افضل بكثير على اوبونتو وارش لينكس كمان. فلان بعد ما شيك على المستودعات زي ما شايفين يعني جايب لنا انه بيثبت نيوفيتش. والشيء الحلو يعني في DNF او فدورة انه يعني مره يعني مرتبين الباكيجز يعني بطريقه جدا حلوه، يعني اوريك الفيرجن الاركيتكتشر ريبوزيتوري اي ريبوزيتوري والسايز كمان بطريقه جدا مرتبه. وكمان يعني زي ما شايفين بنثبت برنامج نيوفيتش، وهذه الاشياء كلها يعني يعتمد عليها برنامج نيوفيتش. فنضغط يس. ومن الاشياء الثانيه انه يعني ما تقدر تضغط، يعني لو نضغط انتر حيضغط على يعني حيضغط نو، واللي هو عكس اغلب التوزيعات، ولكن كل توزيع لهم يعني حركتهم المعينه. فنضغط يس وننزله. وعلى فكره يمكن فدورة ينزل زي ارش لينكس بارلل داونلودز، يعني اكثر يعني يقدر يشغل اكثر من تنزيل في نفس الوقت، واللي ممكن يعني في نفس الوقت ينزل لك اربع برامج وثبت لك هي يعني ممكن حبة حبة، ولكن التنزيل اللي هو أهم شيء ينزل لك ممكن أربع برامج برنامجين في نفس الوقت، واللي هو يعني راح يسرع جدا عملية التنزيل. فبعد ما نزل برنامج نيوفيتش خلونا نشغله. فزي ما تشايفين هذا هو فدورة معانا. وكمان من الأشياء اللي لازم أنبه عليها لمستخدمين مع كروت شاشة حقت نفيديا زي مثلا، انه يعني ما في يعني برنامج يحمل لك النفيديا درايفرز زي مثلا اوبونتو. فكل اللي عليك تسويه ممكن انه تروح على السوفتوير وتبحث عن نفيديا
واذا انت كرت الشاشه حقك يعني جديد او لين دحين الدعم من انفيديا اختار هذا الدرايفر. اوكي تضغط عليه وتنزله. فمن الاشياء المهمه اللي لازم تسويها على فيدورا انك تفعل الار بي ام نون فري والفري ريبوزيتوري. فكل عليك تسويه انه تروح هذا الموقع واللي حط لك مرابطه على في الديسكريبشن. فخلونا نسوي نضغط كوبي وبيست هنا. فزي ما انتم شايفين يقول لنا تبغى من جد تثبت هذا الشيء، نقول له ايوه. وزي ما انتم شايفين هذا المستودع اللي فوق هنا ثبتناه، هذا الفري، واللي دحين حنثبته اللي هو نون فري. فزي ما انتم شايفين مكتوب نون فري. فنعطيه يس كمان او واي. فزي ما انتم شايفين دحين المفروض نقدر نبحث عن برامج مين موجوده في المستودعات الاصليه، واللي انا اعرف انه برنامج VLC مو موجود في المستودعات الاصليه، فنبحث المفروض يطلع لنا برنامج VLC. واتوقع انه مثلا ممكن بطيء في التنزيل والبحث انه بسبب انه انا مشغله في فيرتشوال ماشين. فزي ما انتم شايفين VLC طلع معانا انه موجود في على ما اظن الريبوزيتوري النون فري الفري، معليش لانه VLC مفتوح المصدر. فخلونا نضغط انستول ونشوف ايش الريبوزيتوري. ايه شايفين RPM، ايه شايفين RPM فري. فهذه الاشياء فمن الاشياء المهمه اللي لازم تسويها انه تفعل مستودعات الفري والنون فري. فهذه الاشياء اللي كنت يعني بنوه عليها، واللي هي يعني مثلا بس موجوده في فيدورا. فخلونا نغلق التيرمينال ونستخدم شويه جنوم 42 اللي هي اجدد نسخه، واللي هي يعني حتى كمان اوبونتو 22 كمان دعمها. وعلى فكره اوبونتو حاسوي فيديو عنه قريب، ولكن بسبب انه فيدورا نزل حينزل يعني فوق تصوير هذا الفيديو قلت خليني اسوي عن فيدورا. فزي ما انتم شايفين ما في شيء متغير كثير الا يعني مثلا اشياء يعني زي هذه. خلي اروح لكم على السيتنجز ونروح على ابييرنس. فزي ما انتم شايفين في يعني الدارك مود يعني اضافوه الان في جنوم 42. كمان زي مثلا iOS وابل في يعني خلفيه للنهار وفي خلفيه لليل اذا انت تبغى ذا الشيء. فزي ما شايفين هذا جنوم 42 معانا، واللي يعني مثلا هذه اهم ميزه يعني اضيفت يعني الدارك مود واللايت مود. وكمان يعني مثلا كل الاشياء الثانيه تقريبا نفسها مع تحسينات بسيطه، ولكن يعني ضبطت يعني تجربه المستخدم بشكل جدا كبير. واذا انت يعني مثلا تحب تستخدم يعني نظامك يعني بطريقة يعني تحب تفك برامج جدا كثير وتحتاج يعني مثلا فيرتشوال ديسكتوبس او يعني اشياء اماكن معينة تحط تشغل فيها برامج معينة، فيعني في الصفحة دي تبى تشغل مثلا، خلونا نشغل برنامج ثاني عشان رجع معانا في المحل الاول. فلو نجر مثلا السيتنجز هناك زي ما شايفين، وعلى فكرة هذه الميزة موجودة في اغلب بيات سطح المكتب على لينكس، حتى KDE وXFCE ويمكن بيئات ثانية كمان تدعم هذا الشيء، واللي هي Virtual Desktops أو Virtual Workspaces يسموها يعني لها أسماء جدا كثيرة. ولكن بالعربي إنك تفك يعني أكثر من سطح مكتب وتشغل فيه له برامج معينة. وعلى فكرة هذا ما حيثقل لك الجهاز، هو بس يعني بحط محل معين يعني البرنامج ذاك في محل معين. فمثلا أنت تبي تفك مستكشف الملفات هنا، تبى تفك السيتنجز هنا، تبى تفك مثلا خلينا نقول الكالندر هنا او التقويم هنا. فزي ما شايفين ثلاثة صفحات عندنا، وهذا الشيء يساعدك في تنظيم سطح المكتب حقك. يعني بدل ما تفك 10 برامج هنا او 3 او 4 برامج في نفس الصفحة، تقدر تفك او تخلي صفحة معينة لكل برنامج. وازيدك من الشيء عبيت كمان، يعني لو تضغط زر الويندوز والت وسهم يمين وشمال تقدر يعني عن طريق الكيبورد تروح لأي يعني مثلا سطح مكتب ثاني. وكمان لو انت مثلا كنت موجود على سطح المكتب ذاك تضغط نفس الزرير زر الويندوز والالت والسهم. مثلا لو بنروح على مستكشف الملفات اللي هو على اليسار نضغط كذا ويحول لنا. فهذا الشيء حيسهل لك وينظم لك يعني استخدامك للنظام بشكل جدا كبير.
فهذه احد الاشياء اللي يعني مثلا ممكن منكم اللي يعرفها وممكن منكم اللي ما يعرفها. وهذه وهذا كان معنا فدورا وكمان جنوم 42 والاشياء اللي لازم تسويها اذا انت كنت تستخدم فدورا، يعني مثلا زي ما وريتكم تفعل المستودعات وذيك الاشياء كلها. وعلى فكرة بعد ما يعني تسوي ذيك الأشياء كلها النظام حيكون معاك جدا سلس، وكمان يعني ما تحتاج أي شيء ثاني في نظري. فهذا كان جنوم 42 قصدي 36. فخلونا يعني بسبب إن فيرتشوال ماشين خلونا نستخدم كوماند أو أمر جدا يعني خطير، ويعني لا تستخدمه على نظامك الخاص أنت أو بس تستخدمه على فيرتشوال ماشين، لأنه هذا النظام في الحقيقة يعني حيمسح لك كل شيء على نظامك انت، كل برامجك كل شيء. فالامر اللي هو انا بوريكم هو sudo rm -rf rm اللي هو مثلا مسح او ريموف، و r recursive يعني مثلا ادخل كل فولدر او كل مجلد وامسح كل شيء فيه له، و for f يعني force يعني حتى لو مو راضي امسح امسحه غصبا. فنضغط سلاش اللي هو يعني مثلا الروت حقنا، واللي ما تعرف واذا ما تعرف الروت، الروت اللي هو يعني مثلا المجلد الاساسي او المجلد الاول في النظام. فزي ما انتم شايفين هذا هو الروت حقنا، واللي زي ما انتم شايفين يعني مثلا كل شيء تحته ممكن يبان احسن عن طريق التيرمينال. خلونا اوريكم cd سلاش، فزي ما شايفين ما في شيء قبل السلاش، ما في شيء، كل شيء بعد السلاش. والهوم حقنا هذا هو مثلا نضغط cd home بعدين احمد، حنرجع لنفس المحل زي ما شايفين هذا هو كنا احنا في الهوم، رجعنا للهوم. فكل شيء تحت المجلد اللي به الشرطة او السلاش واللي سموه بالانجليزي root. فخلونا ندخل الكوماند خطير ذاك واللي مره لا تستخدمه، مره لا تستخدمه مع نظامك، وحيقول لنا انه لازم تستخدم شيء معين. فزي ما شايفين يقول لازم تستخدم هذا الكوماند كمان او تضيف هذا الشيء على الكوماند، لازم نضيف هذا الامر كمان على الكوماند عشان يشتغل، لانه كذا ما حيسمح لنا. ف خلوني اوريكم دحين لو اضغط انتر كل شيء في النظام حيخرب، فخلونا نشوفه مع بعض. هو صح بيجيب نو يعني مثلا permission denied او يعني غير مسموح هذا الامر، ولكن هو في الحقيقة بيمسح. فبعد شوي هتشوف ممكن انه يعني الشاشة هتطفي معايا، واذا شفت احد في الانترنت حط لك هذا الكوماند يعني حطه في التيرمينال واشتغل معاك شيء معين، مرة لا تنسخه لانه حيخرب لك كل شيء في الجهاز، مو كل شيء في الجهاز في النظام بس، ما حيخرب لك شيء في الجهاز. فزي ما شايفين الشاشة تغيرت وكل شيء، يعني مثلا لو مثلا نبي نبحث مثلا عن اي شيء شوفوا كل شيء اختفى. لو بنبحث يعني مثلا عن ما في شيء، شايفين لو بنفك السيتنجز ما في شيء ينفك، وبيمسح قاعد يمسح. شايفين حتى الماوس شايفين صار زي كذا وكل شيء بيخرب. فهذا الكوماند مره لا تستخدمه مع اي شيء، مع لو اي حد كتب لك هو في يعني الكومنتس او اي شيء مره لا تستخدمه. فزي ما شايفين النظام قال باي باي. فخلاص كده يعني النظام راح معانا، واللي هو بس كنت بوريكم انه يعني هذا الكوماند جدا خطير لا تستخدمه. وكمان شيء حلو يعني تستخدمه في فيرتشوال ماشين لانه ما حيصير شيء في نظامك. فهذا كان معانا فيدورا، واللي اشوف انه يعني نظام جدا جميل وجدا يعني مريح لاي شخص يبغى يعني كمبيوتره يشتغل من دون اي مشاكل، ويحتاج افضل ويعني مو افضل اجدد البرامج اللي يعني تنزل على لينكس، غير يعني مثلا ما يبغى يتعب نفسه مع ارتش، فيدورا حيكون مثلا خيار جدا جميل وجدا مريح لك. فانا اشوف انه يعني هو في نظري من افضل التوزيعات، حتى ممكن انا بنفسي استخدمه دحين النظام الاساسي لي. اول كنت استخدم ارتش لينكس او منجارو واللي هو تقريبا نفسه ارتش لينكس، ولكن بمستودعاتهم الخاصه واللي ممكن اغلبكم ما يعرفوا،
منجارو ما يستخدم أغلب مستودعات أرش لينكس، يستخدم مستودعاته الخاصة. فممكن أجدد الأشياء اللي يعني مثلا ممكن أنت تستخدم منجارو، ممكن مستني برنامج معين ينزل لك ما حينزل لك بسرعة إذا كنت تستخدم منجارو. فهذا كان يعني معلومة بسيطة عن منجارو نسيت أذكرها. فزي ما قلت فدورة مرة، فدورة بالنسبة لي هو دحين أفضل نظام وعشان كذا أنا استخدمه، واللي يعني مرة مثلا سهل لي أشياء جدا كثيرة. يعني أنا جربت أرش لينكس، جربت أوبونتو، جربتهم كلهم. أرش لينكس مرة جميل، تتعلم فيه أشياء جدا كثيرة، وكمان يعني مثلا البرامج تنزل لك بسرعة. ولكن أوبونتو في ناحية أخرى، ولينكس مينت وهذه التوزيعات ما تنزل البرامج بسرعة، ويكون أغلب الأشياء يعني مثلا قديمة، البرامج ما تكون قديمة أغلبها إلا البرامج يعني مثلا عادية، يعني مثلا زي المتصفح زي هذه يعني تنزل أول بأول. فهذه الأشياء اللي يعني عجبتني في فيدورا، يجمع لك الراحة اللي موجودة في أوبونتو مثلا وسرعة نزول البرامج والتحديثات زي ما موجود في أرش لينكس. فهو جمع أحس بين أفضل الأشياء اللي موجودة في النظامين، أوبونتو يعني الاستقرار وأرش لينكس سرعة نزول التحديثات، هذا كله موجود في أوبونتو. فإذا أنت ممكن يعني ما جربت فيدورا لحد الآن، المفروض أنه أشوف أنك تجربه، أنك تجربه، وبعد ما تخلص من التعديلات اللي أنا سويتها الآن حيكون نظام جدا مريح لك. فاكتبوا لي إيش رأيكم في فيدورا، وهل تبغوني مثلا أقيم أوبونتو بعد هذا بعد فيدورا، لأنه زي ما شفتوا في فيرت مانجر كنت مثبت أوبونتو. فإذا تبغوني أسوي فيديو عن أوبونتو اكتبوا لي في الكومنت. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، وإذا كنت بتكون جزء من مجتمع يغطي لينكس والبرامج المفتوحة المصدر تقدر تنضم معنا في جروب على التليجرام أنا سويته. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم أخوكم محمد بلوشي، والسلام عليكم.